أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات سلسلة أساسيات الشطرنج. السلسلة دي هتجيب على عدة أسئلة بتجول في أذهاننا، وخاصة سؤال: إيه هي المعلومات التي لا غنى عنها للاعب الشطرنج لكي يتقدم من لاعب مبتدئ إلى لاعب قوي؟ ومن ضمن آلاف وآلاف من الكتب اللي بيضمها عالم الشطرنج، في عدة كتب أجمع الخبراء على إن لا غنى عنها للاعب الشطرنج، زي كتاب أساسيات الشطرنج لكابابلانكا، أو كتاب أسلوبي لأرون نيمزويتش، وأخيرا كتاب الفهم السليم في الشطرنج لإيمانويل لاسكر. ودي هتكون موضوعات فيديوهات أساسيات الشطرنج. الملاحظة الأخيرة إن المشاهدين بيتفاوتوا في معرفتهم بالشطرنج، ولذلك هبدأ دائما من الأشياء البسيطة حتى نصل إلى الأشياء المركبة والمعقدة، ولذلك ربما هتكون بعض الأمثلة معروفة للكثيرين، ولكن فيما بعد هيبدأ المعلومات الجديدة تصل إليهم بتوالي الفيديوهات. ودلوقتي يلا نشوف أحد هذه الفيديوهات. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. فيديو رقم 2 من سلسلة أساسيات الشطرنج. وقبل ما نبدأ تعال نشوف أحد المقولات الخالدة في الشطرنج: إذا لم تكن كبيرا بما يكفي لتخسر، فأنت لست كبيرا بما يكفي لتفوز. جوزيه راؤول كابابلانكا بطل العالم. فيديو رقم 2 بعنوان ترقية البيدق، وحنبدأ بالمثال رقم 5 بعنوان ملك وبيدق ضد ملك. قالوا: أهم شيء هو الإيمان بقدراتك ولا تهتم بما يقوله الآخرين. ناكامورا بطل الشطرنج الياباني. في الموقف اللي قصادنا، ملك وبيدق أبيض أمام ملك أسود وحيد، والبيدق هو أقل مكسب مادي يمكن أن يحدث في الدور، وغالبا بيكفي للفوز حتى عندما يكون هو الشيء الوحيد الباقي على الرقعة بجوار الملك. ولو اتكلمنا بصفة عامة، فإن الملك الأبيض عشان يفوز يجب أن يكون أمام بيدقه على الأقل بمربع واحد، يعني أن يكون الملك الأبيض مكان الملك الأسود. ولكن إذا كان الملك المنافس أمام البيدق مباشرة، فإن الدور لا يمكن الفوز به وينتهي الدور بالتعادل. وتعالى نشوف ازاي الابيض هيحاول ان هو يرقي البيدق، وازاي ان الاسود عنده دفاعات كافية للوصول بالدور للتعادل. E3 King E5 King D3، وهنا الاسود بيلعب King D5، ودي المناورة الرئيسية اللي بيتبناها الاسود ولها اسم، وهي المقابلة، وهنتكلم في فيديوهات اخرى بالتفصيل عن هذه المناورة. لكن حاليا بنقول ان الملك الاسود بيجي امام الملك الابيض ليمنعه من التقدم للامام، ودلوقتي الابيض ما عندهوش غير انه يدفع البيدق ويلعب E4 check، والحقيقة تقطين البيدق للامام بكش دي علامة سيئة، وبتدل على ان الابيض بيلاقي صعوبات كبيرة. على اي حال الدور بيكمل King E5 King E3 King E6 King F4، وهنا ومرة أخرى نفس الحالة، والأسود بيلعب King F6، وكلما تقدم الملك الأبيض فإن الملك الأسود يجب أن يبقى في مواجهته، لأن الملك الأسود لا يمكنه الاقتراب أكثر من البيدق، وبيكمل الموقف بـ E5 check، وزي ما قلنا دي علامة سيئة للأبيض. King E6 King E4 King E7 King D5، وهنا الاسود تاني بيلجأ لنفس المناورة وبيلعب King D7، والابيض مضطر للعب E6 check، King E7 King E5 King E8 King D6، ومرة اخرى الاسود بيلعب King D8 وبيمنع الملك الابيض من التقدم. ودلوقتي لو قدم الابيض البيدق بـ E7 check، الاسود هيلعب ببساطة بـ King E8 وهينتهي الدور بالتعادل، وهنشوف ازاي. لكن لو الابيض ما قدمش البيدق للامام وحاول ان هو يتراجع بالملك بكينج D5، الاسود هيلعب ببساطة كينج E7 وبيوقف تقدم البيدق، والابيض ما عندوش غير كينج E5 كينج E8. واذا الابيض لعب كينج D6
الاسود هيعود للمناورة بتاعته بكينج جي 8 وهكذا. ودلوقتي تعال نشوف لما الابيض بيلعب اي 7 تشيك، الاسود بيلعب كينج اي 8، وهنا الابيض ما عندهوش غير انه يحافظ على حمايته للبيدق، ونقيته الوحيدة هي كينج اي 6. وبكده بنوصل للمات مخنوق، لان الملك الاسود ليس في حالة كش، ولكن في نفس الوقت ليس لديه اي نقلة قانونية ممكن ان يقوم بها، ولذلك بينتهي الدور بالتعادل. والحقيقة الابيض في هذا الموقف وصل الى هذا الوضع اجباريا، لان الاسود لعب بطريقة سليمة، ولكن هناك المئات من الادوار انتهت ايضا بالتعادل، رغم ان الابيض كان عنده اكتر من فرصة للفوز، وحنشوف مثل هذه المواقف فيما بعد. ودلوقتي تعال نشوف المثال رقم 6، وايضا ملك وبيدة ضد ملك. قالوا يجب ان تأخذ خصمك الى غابة عميقة مظلمة، حيث 2 زائد 2 تساوي 5، وبوابة الخروج لا تسمح بمرور اكثر من شخص هو انت. مايكل تال بطل العالم. في الموقف ده تحقق الشرط اللي احنا اتكلمنا عنه في الموقف السابق، وهو ان الملك الابيض بيسبق البيدق بتاعه، وبينهم على الاقل مربع واحد، وخطة الابيض بسيطة وسهلة، وهي التقدم بالملك الى ابعد نقطة ممكنة حتى الوصول لتأمين مربع الترقية، وهو في هذه الحالة E8، مع المحافظة في نفس الوقت على سلامة البيدق ومنع الملك الاسود من مهاجمته. وتعالى نشوف احد المحاولات، الابيض بيلعب كينج E4 والاسود بيرد بكينج E6، وكما هي العادة الاسود ما بيسمحش للملك الابيض بالتقدم، ولذلك الابيض مضطر حاليا لتقديم البيدق لكي يجبر الاسود على التحرك بعيدا. ودي هي فايدة المربع اللي قلنا عليه بيفصل بين الملك والبيدق، E3 كينج F6، وهنا الملك الابيض بيذهب للجانب الاخر بكينج D5، واصبح البيدق مستعد للتقدم للامام في حماية الملك. والاسود ممكن يلعب كينج E7. لو الاسود ملعبش الكينج E7 ولعب الكينج F5، وهنا الابيض مجبر على التقدم البيدق الى E4 تشيك، لان الابيض لو ملعبش E4 تشيك ولعب النقلة السيئة كينج D6 هيترك الاسود ينفرد بالبيدق ويلعب كينج E4 ويفوز بالبيدق في النقلة القادمة، والدور ينتهي بالتعادل. ولذلك في الموقف ده الابيض مجبر على لعب E4 تشيك، لكن في هذه الحالة دي مش علامة سيئة، لان الملك الابيض متقدم عن البيدق، والملك الاسود بيتراجع، والبيدق بيتقدم للامام الى مربع الترقية. على اي حال لو الاسود ملعبش الكينج F5 ولعب الكينج E7، الابيض هيلعب ببساطة بكينج E5 وبينتظر حركة الملك الاسود. اذا الاسود راح الى جناح الوزير، الابيض بيتقدم الى جناح الملك، والعكس بالعكس. مثلا لو الاسود لعب كينج D7، الابيض بيلعب كينج F6 كينج E8، ودلوقتي الابيض يمكنه ان يقدم بدءه للامام E4 كينج D7 E5. لو الابيض ملعبش E5 وتسرع ولعب النقلة كينج F7 عشان يؤمن مربع الترقية، النقلة دي مش هتفيده كثيرا، لان الاسود هيكمل بكينج D6 وبيحاول ان يجي في المربع E5 ويفوز بالبيدق، ولذلك الملك الابيض مضطر للعودة مرة اخرى بكينج F6 عشان يمنع الملك الاسود من الوصول للمربع E5، والابيض هيستمر وهيفوز، لكن اضاع نقلتين بدون اي مبرر. ولذلك في الموقف ده الابيض بيكمل بE5 والاسود بيلعب كينج E8. لو الاسود ملعبش كينج E8 ولعب نقلة زي الكينج G8، النقلة دي مش هتفيده كثيرا، لان الابيض هيكمل بكينج F7 وهيأمن مربع الترقية، والبيدق هيسير بدون اي مشاكل الى هذا المربع، والابيض هيفوز. ولذلك الاسود مش هيلعب الكينج G8، انما هيلعب الكينج E8. الابيض هيلعب كينج E6. ودلوقتي لو الملك الاسود راح للمربع D8، الابيض هيلعب كينج F7 وهيأمن مربع الترقية، والبيدق طريقه مؤمن الى هذا المربع. والعكس لو الاسود جه في المربع F8، الابيض هيلعب كينج D7 وبنفس الطريقة بيؤمن مربع الترقية
والبيضاء هيرقي. يعني مثلا لو كينج اف 8 الابيض هيلعب كينج دي 7 والبيضة هيتقدم في سلام وهيصبح وزير وينهي المسألة. اذا الموقف من البداية فوز للابيض اجباري لان ملكه امام البيضة وهناك مربع بيفصل بينهما، والطريقة اللي تبعناها هي تقديم الملك الى ابعد مربع يمكن الوصول اليه بشرط تأمين سلامة البيضة، ولا يمكن تقديم البيضة الى الامام الا في حالة تعرض سلامته للخطر. والنهاية دي بتشبه النهاية السابقة، ولنفس السبب يجب ان نفهم القواعد بوضوح قبل ما نكمل في الأمثلة القادمة. ودلوقتي هننتقل إلى ملك وبيادق ضد ملك وبيادق، وهنكتفي في هذا الفيديو بمثالين وهنكمل في الفيديو القادم. تعال نشوف المثال رقم 7. قالوا: أنا مقتنع بأن الطريقة التي يلعب بها أحدهم الشطرنج تعكس شخصيته. إذا شيء ما يميز صفاته فإنه أيضا سوف يميز طريقته في اللعب. فلاديمير كرامنيك بطل العالم. مواقف نهايات الأدوار اللي الطرفين بيكون لهم فيها بيادق بتشمل حوالي أكتر من نصف عدد نهايات الأدوار اللي ممكن نصادفها في أي دور من أدوار الشطرنج، والموقف اللي قصادنا هو أحد هذه المواقف، ولكنه موقف إلى حد كبير سهل لأن الأبيض متفوق ببيدق مع بيدقين أمام بيدق، وفي نفس الوقت بيادق الأبيض متقدمة كثيرا إلى مربع الترقية، ولكن زي ما هنشوف الأبيض محتاج للعب دقيق حتى لا يصل الأسود للتعادل. وبتكون خطة الأسود غالبا هي وضع ملكه في موقف حرج بحيث أن ينتهي الدور بالمات مخنوق. وتعال نشوف أفضل طريقة للأبيض للفوز. أفضل نقلة للأبيض في هذا الموقف هي كينج دي 7. الملك الابيض بيحاصر الملك الاسود وبيجعله يوصل للمربع جي 8، لكن لو الابيض ملعبش الكينج دي 7 وحاول ان يتعجل الفوز بنقلة زي الاف 6 على اساس ان الاسود هيكمل بجي تيكس اف 6 وبعد كينج تيكس اف 6 الابيض بيوصل الى موقف فائز، لان الاسود له النقلة وافضل نقلة عنده هي كينج جي 8، وهنا الابيض بيكمل بجي 7 والملك لازم يروح الى المربع H7، والملك الابيض بيتقدم الى F7 وبيأمن مربع الترقية، والابيض بيرقي ويفوز. ولكن الاسود مش مضطر ان ياخد على المربع F6، انما هيلعب بكل براعة كينج G8. ودلوقتي لو الابيض اخد F تيكس G7 الاسود هيكمل بكينج تيكس G7 ووصلنا الى موقف بينتهي بالتعادل رسميا. وكذلك لو الابيض ما اخدش البيضة اللي على الجي 7 وكمل بنقلة زي اف 7 تشيك، هنا ايضا الاسود هيوصل للتعادل بلعب كينج اف 8، والابيض لن يستطيع باي حال من الاحوال ترقية البيضة بدون خسارته، لان ملك الاسود في هذه الحالة لو كان له النقلة هيكون في حالة مات مخنوق، والابيض لن يستطيع ابعاده عن الوصول الى هذا المربع باي حال من الاحوال. ولذلك النقلة F6 دي نقلة سيئة، وقلنا ان افضل نقلة للابيض هي كينج D7، والاسود ما عندوش غير كينج G8، وهنا الابيض بيلعب كينج E7 وبيضيق الخناق اكتر واكتر على الملك الاسود اللي ما عندوش غير نقلة واحدة وهي كينج H8، وهنا فقط بيلعب الابيض F6. ودلوقتي اذا الملك رجع الى المربع G8 الابيض هيلعب ببساطة F7 تشيك، والملك ما عندوش غير نقلة واحدة كينج H8، وهنا الابيض بيرقي F8 كوين تشيك، ودي تشيك ميت. ولذلك الملك ما يقدرش يرجع للمربع G8، انما بيكمل بجي تيكس F6، وهنا اسرع طريقة للابيض للفوز هو ان يلعب كينج F7. ودلوقتي الملك الاسود ليس في حالة كش وليس له اي نقلة قانونية، ولكن الدور مش مات مخنوق لان مازال لديه بيدق ممكن يتقدم للامام، وهي دي فكرة لعب الكينج F7. الاسود مضطر للعب F5، وهنا الابيض بيكمل ببساطة G7 تشيك، كينج H7، G8 كوين تشيك، كينج H6 كوين G6 تشيك ميت. ودي الطريقة الصحيحة للعب الابيض. ودلوقتي تعال نستكمل رحلتنا بمثال رقم 8، ملك وبيادق ضد ملك وبيادق. قالوا: الشطرنج مثل الحياة، ليس هناك عودة للخلف،
لذلك عليك أن تفكر قبل أن تنفذ نقلتك. جوديت بولجار بطلة العالم في الشطرنج. الموقف ده بيشبه كتير الموقف السابق، من حيث أن الأبيض عنده بيدقين أمام بيدق، لكن البيدقين ما زالوا عن بعد عن مربع الترقية، وكذلك الملكين متقدمين عن الموقف السابق. على أي حال، الأبيض هنا ممكن يفوز بطريقتين. الطريقة الأولى أن يلعب كينج اي 4، ودي الطريقة اللي هنشوفها بالتفصيل. والطريقة التانية ان يلعب اف 5، وهيكون افضل رد للاسود هو الجي 6، وممكن تتأكد بنفسك ان ده افضل رد. لكن على اي حال، هذا السيناريو هنتركه حاليا وهنرجع له في فيديوهات قادمة. لكن على اي حال، لو الابيض كمل بالنقلة جي 5، فدي هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيلعب جي 6 وهيوصل للتعادل لأسباب هندرسها أيضا في فيديوهات لاحقة. ولكن حاليا هنكتفي بأن الأبيض هيلعب كينج اي 4، والأسود كما هي العادة بيقف في طريقه وبيلعب كينج اي 6 وبيمنعه من التقدم للأمام. لو الأسود هنا ملعبش كينج اي 6 ولعب مكانها نقلة زي الجي 6، الأبيض هيفوز بأنه يلعب كينج دي 4، وأفضل نقلة للأسود هي كينج اي 6، والابيض بيكمل بكينج سي 5، وهو متأكد ان الملك بيقدرش يقرب من البيادق، وبيكمل التفريع كينج اف 6 كينج دي 6، والاسود هنا ايضا ما يقدرش يتقدم بالملك تجاه البيادق البيضاء، وافضل نقلة عنده هي كينج اف 7. وهنا الابيض بيلعب جي 5 وبيستكمل الحصار على الملك الاسود، وافضل نقلة عند الاسود هي كينج جي 7، والابيض بيكمل كينج اي 7، وافضل نقلة عنده هي كينج جي 8. وهنا بتبان فكرة الابيض انه بيلعب كينج اف 6 وعاوز يفوز بالبدأ الاسود جي 6، والاسود بيقاوم قليلا بكينج اتش 7، لكن الابيض بيلعب كينج اف 7، والاسود مضطر للابتعاد عن البيدق، والابيض بياخده وبيفوز. ولذلك النقلة جي 6 لن تصلح للاسود، وافضل نقلة عنده زي ما قلنا هي كينج اي 6، وبيكمل التفريع اف 5 تشيك كينج اف 6 كينج اف 4، والابيض بيهدد بجي 5 تشيك، وبنوصل لموقف شبيه بالموقف السابق. ولذلك الاسود بيحاول المقاومة بجي 6، لكن الابيض بيكمل جي 5 تشيك كينج اف 7 اف 6. وهنا بنقول ان الابيض بيحصل على بيدق سالك، بمعنى ان بيدق ليس امامه اي بيادق اخرى منافسة، وده هيساعده كثيرا في الفوز. على اي حال، افضل نقلة عند الاسود ان يلعب كينج اي 6، والابيض بيكمل بنفس السيناريو كينج اي 4 كينج اف 7 كينج اي 5 كينج اف 8. وهنا بنيجي للنقطة الهامة في هذه النهاية، اللي فيها الابيض بيضحي بيدق بارادته وبيلعب اف 7. على اي حال، الاسود لا يستطيع رفض هذه الهدية، وبيكمل كينج تيكس اف 7. ودلوقتي فكرة الابيض بسيطة جدا، وهو ان يوصل الى المربع اف 6 وياخد بيدق الجي 6 الاسود، ويصبح متقدم امام بيدق الجي 5 ويفوز في كل التفريعات. وتعال نشوف هينفذ ازاي هذه الخطة، لانه بيبدأ بلعب كينج دي 6، وبيبدأ في محاصرة الملك الاسود مرة اخرى، كينج اف 8 كينج اي 6 كينج جي 7 كينج اي 7 كينج جي 8 كينج اف 6. وده الهدف النهائي من تضحية البيدق، والاسود هيحاول يقاوم قليلا بكينج اتش 7، لكن الابيض بيلعب كينج اف 7، والاسود مضطر لترك البيدق بكينج اتش 8 كينج تيكس جي 6 كينج جي 8. الاسود مازال بيحاول يقاوم، لكن هذا الموقف والملك امام البيدق موقف فوز للابيض، لكن يجب على الابيض اللعب بدقة ويلعب كينج اتش 6، ودي النقلة الصحيحة. لو الابيض ملعبش الكينج اتش 6 ولعب الكينج اف 6، مازال هيفوز ايضا، لكن دي عبارة عن تضييع للوقت، لان الاسود هيلعب كينج اتش 7، والابيض عليه ان يرجع تاني للموقف الرئيسي. ولكن اذا الابيض كمل بالنقلة السيئة جي 6 تشيك، الاسود هيلعب بكل سرور كينج اتش 8 والموقف تعادل. ولذلك الابيض مش هيلعب الكينج اف 6، انما هيلعب النقلة الصحيحة وهي كينج اتش 6، وبيكمل الموقف كينج اتش 8،
جي 6 كينج جي 8 وهنا الابيض بيلعب جي 7 ودي العلامة على ان الابيض بيفوز لان البيدق بيتقدم الى الصف السابع بدون كش للملك الاسود. على اي حال الاسود بيلعب كينج اف 7 والابيض بيكمل كينج اتش 7 وبيرقي في النقلة القادمة وبيفوز. النهاية دي بتبدو بسيطة للغاية ولكن بتوضح لكم الصعاب الكثيرة التي يجب ان تتغلب عليها حتى عندما لا توجد قطع متبقية على الرقعة، وخاصة عندما تلعب ضد منافس بيعرف جيدا كيف يستخدم امكانياته المتاحة. وكذلك يجب ان تعطي انتباها كبيرا لاشياء قد تبدو بسيطة واولية ولكنها بتكون القواعد الحقيقية للتفوق في الشطرنج. ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء مع الفيديو القادم من اساسيات الشطرنج، وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.